بسم الله الرحمن الرحيم، أعضاء مدونة مكتك العرب، أهلا بيكو. دلوقتي شباب، كان في ناس سألت أجيب كارت إيه والقوة بتاعته قد إيه. الموقع أو الرابط اللي هتلاقيه تحت الفيديو ده عليه كل الكروت والقدرة بتاعتها والقوة بتاعتها. فهنا بيقول لك إن أنا هحسب لك الإيه الكارت بتاعك بيجيب كام. فأنت دور على الكارت، تعالى هنا سيلكت يور هاردوير، هضغط هنا. طبعا ده هنا كمان لو البروسيسور، لو انت بتعدم بالبروسيسور، في ناس بيعدنوا بالبروسيسور اهو البروسيسورات. طيب لو انت بتعدم بالكارت المتعارف عليه او اللي كلنا عارفينه، الار اكس مثلا 470، الار اكس 570، اي ام دي ار اكس 570 4 جيجا، هروح ضاغط عليه كده وهقول له بالدولار، وهشيل تكلفة الكهرباء عشان نشوف كده ايه هيجيب قد ايه، وهقول له كالكوليت احسب لي الكارت ده لو رحت اشتريته هيجيب لي كام. بيقول لك الكارت ده بيجيب في اليوم 3 دولار، الكارت ده بيجيب في اليوم 3 دولار. الكهرباء بتتكلف ايه، كوستس طبعا انت ما نعرفش، فانا حطيتها صفر، فبيقول لك تكلفة صفر. يبقى الربحية بتاعتك 3 دولار عن الكارت، 3 دولار في الدي، الوان دي فيها 3 دولار، الواحد ويك، الاسبوع فيه 21 دولار، المانث في 90 دولار. فهنا بيقول لك ان الكارت بتاعك يقدر في الشهر يجيب له 90 دولار. وهنا اداك بيان احصائي وافضل عملة تشتغل عليها ايه. دي اللي جميلة قوي في الموضوع، قال لك ان الايكو هاش اعلى واحلى حاجة تقدر تشتغل عليها تجيب لك ال3 دولار مرتاح يوميا. فبنزل هنا كده، دي كل دي لغات تشفير، في الدجر وفي الديكارد وفي الكريبتو نايت، لغه تشفير الكريبتو نايت والعملات بتاعتها، وفي الليبري وفي الايكو هاش، هو معلم لك عليها بالاخضر. بيقول لك ان قوه الكارت بتاعك في الايكو هاش 3311 سول، حتى كمان بيديك سرعه الكارت في كل عمله. في الباسكال بيديك 0.73 جيجا هرتز، في الاكس 11 جوست بيديك 7.40 ميجا هرتز، في السيا ما بيشتغلش سيا، في العملة دي وفي الكريبتو نايت بيديك 630 كيلو هرتز، بيدي لك 630 كيلو هرتز. يبقى زي ما اتفقنا شباب بالوضعية دي بيديك العملات وافضل عملة تشتغل عليها ايه. قالك اشتغل على عملات الايكو هاش. هتعرف عملة الايكو هاش من ايه؟ ممكن تروح على الواتو ماين وتختار تشيل علامات الكريبتو نايت وكده، وتقول له الايكو هاش انا كارتي بيجيب 311 كالكوليت. طبعا انا علمت هنا على الايكو هاش بس، فهنا هيجي يقول لك عملات الايكو هاش. الزيت كاش بيجيب فعلا 3.36 دولار، الهاش بتجيب 3.22، النايس هاش بيديك 2.93، الزين كاش 2.78، وهكذا. يبقى هي دي عملات الايكو هاش اللي فعلا بتجيب لك اعلى انتاجيه، وتقدر تروح تجيب البرنامج بتاعها وتشتغل عليها. يبقى هنا بيقول لك ان الكارت ده بيجيب الربحيه دي اللي احنا اتفقنا عليها، وافضل حاجه ليها الايكو هاش. اي نوع كارت تاني بقى اعمل معاه نفس الفكره دي، مش عايزين بقى نطول الفيديو. هنا مثلا لو 580 8 جيجا، 580 8 جيجا مثلا، وهقول له ايه احسب. بيقول لك 580 بيجيب 3.19 دولار، وفي الشهر 2 الاسبوع 22، وفي الشهر 95. بيقول لك انت تجيب 95. افضل عملة ايه؟ قال لك في الدجر هشميته دي، وفي الكريبتو نايت افضلهم الايكو هاش برضو معاه، وفي دي. فهو هنا هننزل بيقول لك ان الدجر هشميته ده افضل حاجة تشتغل بيها على الكارت ال 580 ال 8 جيجا بتاعك. 580 ال 8 جيجا بتاعك بيقول لك انه هيجيب لك عليه 3 دولار يوميا. دي افضل عملة بتجي لك عليه، اللي هو 3.19 دولار. هي دي الفكرة يا شباب، ان انت بتشوف كل انواع الكروت هنا، حتى الار اكس فيجا، الفيجا الار اكس 24، الار اكس 64، الار اكس فيجا 64، هقول له كالكوليت. ده طبعا كارت وحش، كارت بيقول لك بجيب 5.23 في الشهر، 156 في الاسبوع، 36. افضل عملة يشتغل عليها ايه؟
بيقول لك اشتغل على الكريبتو نايت، افضل عملة تشتغل عليها هي الكريبتو نايت، ومعلم لك عليها برضو بالاخضر. فانت تعرف العملة وتروح رايح على الواتو ماين وشايف جايب الايه البرنامج وشغال، او تروح شغال على طول على النايس هاش، وده اللي هشرحه في الفيديوهات الجاية. عشان ما طولش الفيديو، اي نوع كارت معاك تعال خش هنا شوفوا 570 470 اي نوع كارت، شوف الكارت واديله كده وقول له احسب لي، هيطلع لك الايه الربحيه بتاعت الكارت، الربحيه بتاعت الكارت. وهو هنا وبيقول لك حمل البرنامج وابدا، طبعا ده الماينر بتاع النايس هاش وده هشرحه باذن الله. وكمان بيقول لك افضل حاجه تعملها على الكارت، تعدينها على الكارت ايه بالشكل ده، معلم لك عليها وبيقول لك ان هو ده اللي هيجيب اعلى ربحيه. مش عايزين بقى نطول الفيديو، خلاص انا هحط لك الرابط وانت اختار الكارت بتاعك. وفي على فكره اجهزه الانتي ماينر، البيت مان، الانتي ماينر L7 وL3 والماين، وكل الانواع اللي ممكن تتخيلها موجوده هنا. وطبعا في هنا كمان بيقول لك اعلى حاجه دلوقتي او اعلى فئات اللي هو التوب 5 هاردوير، اعلى خمس في الكروت، مثلا كارت النفيديا الجي تي اكس 1080 تي اي ده بيطلع اليوم 7.54 دولار، وفي جي تي اكس 1080 اهو بيقول لك ده اشتغل على النست 5 واشتغل هنا على البلك على البلاك، وهنا على الكريبتو نايت على الكارت الفيجا ال 64 هيجيب لك 8. ده بيقول لك هنا دي ايه اعلى الكروت اللي بتجيب ربحيه، كاتبها لك هنا، ودي اعلى البروسيسورات اللي بتجيب ربحيه، اعلى حاجه 2.55، والبروسيسور الانتل الاي 7 بيجيب 0.55 دولار. وهنا اجهزه الانتي ماينر اهي بتاعت البيتكوين، لو 40 جيجا هرتز بيجيب لك 432 دولار يوميا وهكذا. فالموضوع جميل قوي علشان الناس اللي عايزه تعرف الكارت انتاجيته قد ايه. طبعا تحت الفيديو يا شباب هتلاقوا روابط الشروحات التانية او الشروحات كمان اللي فاتتكم، وانتظروا باذن الله شروحات اكتر على القناة علشان فئة التعدين تبقى الموضوع سهل جدا مع الناس.